النظام الغذائي عند الأطفال أساسي لنموهم الفكري والجسدي، بس السؤال هل الأمهات عم بتتبعوا النظام الغذائي المناسب لأطفالهم؟ خلينا نسأل بعض الأمهات قبل ما يروحوا أولادهم من الحضانة. الغذاء مثل التربية، كل أم بتتبع نظامها الخاص. سابرين وميليا سيدتين أولادهم عمرهم تحت السنة، وكل سيدة منهم عندها فلسفتها الغذائية الخاصة. بالنسبة لابني بلشت له من 4 شهور يعني بدخل له الأكل يعني مع الحليب، حسيته تقبل، بلشت معه بالشوربات، حتى أي شوربة بدها هرس بلشت أهرس له إياها وتقبلها، وبلشت مع الرز مع اللبن فواكه بمسكها إياها بإيده. بهذا العمر بياكل على 6 شهور واسم الله صحته كويسة، وما شاء الله يعني عمره ما اشتكى من مرض ولا شيء ولا دخل مستشفى. أنا يعني أبدا ما تعملتها عمري بكير، لا تمت لها الرضاعة الطبيعية، وبعدين على 6 شهور دخلت لها حليب تاني دعم لحليبي، وابدا اللحوم اجلت لعمر السنة تقريبا، انا هيك كانوا ينصحوني. جربت له الحبوب يعني العادية المهروسة، حسيته ما تقبلها يعني الجاهزة، خلص يمكن لانه بلشت له باكل البيت فحبه اكثر. يعني يكون فيه بهارات وهيك على نفس الشيء بس اللهم انه يعني بحطه بالخلاط وبهرسه بس. يعني جهاز الهضم عند الطفل انه لسه صغير ما بيتحمل. صابرين وميليا ما عندهم نفس طريقة التربية الغذائية، ومعتقداتهم بهذا الموضوع مختلفة تماما. مين يا ترى معه حق، صابرين أم ميليا؟ وشو هو رأي دكتور بشرة أخصائية في طب الأطفال؟ مرحبا دكتور بشرة. أهلا، كيفك؟ أنا بفرح على كيفك. دكتور اليوم أنا كنت بحضانة وقابلت أميتين سنتين، التنتين كانوا عم نقيد بالنسبة للنظام الغذائي اللي بتبعوه لأطفالهم. هذا سؤال كثير بنطرح علينا مدام فرح نحن بالعيادة، أمتين أنا فيني بلش البيبي، أمتين بلش له الأكل؟ لأنه في علامات فيزيولوجية بالولد بتطوره هي بتخبرك أمتين فيك تبلشي بالأكل. سؤال العلامات هني 4، أول وحدة منهم أنه الولد بيقدر يقعد ويهدي راسه، الشغلة الثانية وزنه البيبي أو كبره. عمر 4 أشهر بس تحطيه على الأكل مع أهله بيكون عم بيخبط بإيده وإجريه، بيفتح تمه، بيطلع، بيشوف بالألوان وهيك، سو هذا كمان بيكون ردي إنه ياكل. مشان بس تنوقع يعني هي بين 4 شهور ل6 شهور بس إجمالا بس تتكون هدول العلامات. المؤسسات التربوية والحضانات عندهم أيضا مسؤولية غذائية، والبعض منهم بيفرض قوانين معينة لوجبات الأطفال. We have a list of products or foods that we don't allow. It's highlighted in red. No fizzy drinks of any kind. No chocolate of any kind. No fatty foods with high cholesterol. No sweets of any kind.